منصة جديدة للاختراع والإبداع في جامعة عدن، هذا ما يمكن أن يطلق عليه من خلال المعرض الوطني للاختراع الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن. هنا في مبنى رئاسة الجامعة شارك عدد من الشبان المخترعين ممن قدموا من مختلف محافظات الجمهورية، تفاوتت أعمارهم وتفاوت أيضا إبداعهم من خلال ما أنتجوه من أفكار تصب في الصالح العام للبلد. هذا عمل علمي إبداعي، دليل على قدرة الطالب الآن واستيعابه لمعطيات المتطلبات الحقيقية للمجتمع. ما الذي يمكن أن يقدمه الطالب هو المساهمة في حل المشكلات التي يواجهها المجتمع. سيف البالغ من العمر 17 عاما، نموذج للشاب المثابر الطموح وواحد من المشاركين في الفعالية، اخترع تصميما لعربة بسيطة، ابتدأ مشروعه بالرسم على الورق ثم انتقل بشكل طبيعي إلى العمل على جهاز الكمبيوتر لتكتمل المرحلة الأخيرة عمليا. السيارة صنعتها من المعانة، معاناة البترول في اليمن، ففكرت أني أسوي سيارة تكون اقتصادية في البترول واستخدمها في مشاويري اليومية والذهاب للمدرسة. إذا توفرت الإمكانية لقدمتها بصورة أفضل من كذا، فعسر الحال لم يسمح لي. الفعالية النوعية التي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المهتمين حظيت أيضا بتعهدات بتقديم الدعم المالي والفني وحماية الحق الفكري وبراءة الاختراع، بالإضافة إلى تقديم بعثات تعليمية للمشاركين خارج البلاد. بنحتضن 10 إن شاء الله أعمال، أفضل الأعمال، وبنسعى لجاهدين للحصول على تمويل بشكل قروض ميسرة. مطلوب من وزارة التربية والتعليم، من وزارة التعليم العالي، أن تشجع وأن تلفت نظرة، وهذه بادرة طيبة، أنا أعتبرها هذه أول الغيث لهذا العمل. على الرغم من التفاعل الكبير والاهتمام بالفعالية، يظل قلق هؤلاء المبدعين الهاجس الأول حول ما إذا كانت الحكومة والمؤسسات التعليمية ستقوم برعايتهم وتنمية قدراتهم، أم أن هذا المعرض هو أكثر ما يمكن أن تقدمه الجهات المعنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. من هنا في مبنى رئاسة جامعة عدن تجمع المبدعون من مختلف المحافظات ليشاركوا في ابتكاراتهم وإبداعاتهم في المعرض الوطني للاختراع والإبداع. حنين الجمال، قناة بلقيس، عدن.